دينيز، انت منيحة؟ ايه منيحة، ما في شي. ما تقولي لي ما في شي. شو الموضوع؟ شو عملت لك زيري؟ شو عملت؟ تجاوزت حدا بالجنان. كتبت رسائل بلسان حبيبي المتوفي وخلتني أقراها. حبيبك المتوفي؟ عزراء، هاي المرأة مرعبة، مو معقولة تصرفاتها. كيف؟ قبل سنين بإسكي شهير كنت بالثانوية، حبيت شخص، حبيته من كل قلبي وما حبيت غيره. وجوز كنا بنفس الصف وعايشين بنفس الحي، وبعدها تقاسمنا العالم أنا وياه، وبعبارة أصح هو اللي دخلني على عالم، لأنه عالمه كان غريب بالنسبة للكل. يعني مثلاً شجرة ما كانت مجرد شجرة بالنسبة له. إيه؟ كانت الشجرة بالنسبة له عبارة عن شخصية إلى اسم وإلى قصة معينة. تعرفتوا على بعض؟ ما بعرف، ما سمعت شي. هو خجول شوي، اسمه علي الضخم. هنن مثلنا مهاجرين من البلقان. بزورة وصلت لهون بمعدة طائر سنونه، وقالت ماشي عجبني المكان ورحمت جزوري. شافت كتير أمور تشرح لك عن الاحتلال الإنجليزي وكأنها عم تعيشه. علي الضخم، وأنا دينيز. مو بس الشجرة، القطط وحتى الكلاب والطيور والحشرات، هو كان عم يقول اسم كل واحد منهم ويحكي لي قصته. بعرف تصديق هالشي كتير صعب، أنا كمان ما صدقته بالبداية، بس يا عزراء صدقيني عن جد كان يحكي معه حتى مع الغيوم. شو بدك كمان؟ حصان. كيف بدك إياه؟ بدي حصان حلو كتير، وبدي أركب عليه ونهرب. شو هاد يلي شفته؟ قلي كان حقيقي؟ ما بعرف إذا كان هيك ولا لا، بس كنت مبسوطة. يعني كل شي اعتبرته جماد حوالي، فهمت إنه بالواقع إله روح وعايش، إله قصة معينة. حتى ما كنت حس إني وحيدة أبداً. ما بعرف، مثلاً كنت شوف بيت قديم كتير وحس قديش تعبان، كنت اسمع مشاكل شجرة مع شجرة تانية. بعدين الجمادات اللي كنت شوفها وامرق من جنبها واتجاهلها أو اعتبرها من دون روح وحياة، خلص ما عادت بيوت وأرصفة، كانت كائنات حية تشبهني بألمها وأفراحها وقصصها. ما بعرف، هيك كانت. وأنا كنت وحدة منهم، بس أنا بقصد كل شي عاش بلحظة من حوالينا أنا وأوجوز. يعني مثل القصة وكأنه ما بينتمي لهالعالم. بالعكس، كان بينتمي لهالعالم بالضبط. نحن اللي ما مننتمي لهالعالم. عرفني أوجوز على حقيقة هاد العالم وخلاني أفهم كل شي حواليه. أنا
أنا كنت الأولى بصفي، وأجوز كان دائماً يهرب. كان يكره الدروس والدراسة، كان يحب الشعر كتير. أرى البحر في نظراتك يا دينيز، ونظرة في عين البحر رائعة. هذه أنت دينيز، أنا نظرت إلى تلك النظرة وكانت مثل البحر، عيناه كانت في نظراتك، ما أجملك. بس كيف كتبت كل هذا على هالورقة الصغيرة؟ مو أنا كتبتها، هي إيدك اللي كتبتها. ما بتسمع الكلام، كل ما بشتقلك إيدي بتكتب شعر. لما كان يحط إيده على خدي، إيده تكون الملجأ إلي، كان يقول لي دائماً هاي الإيد مانا إلي، هاي الإيد إلك أنت، هاي الإيد إلك أنت، هي معي كرمالك، بتكون مثل ما بتحبي، أبوكي، أمك، صديقك، رفيقك، حبيبك، بتكون شو ما بدك. هاي إيدك أنت. هيك كان عن جد، لأنه من هداك الوقت أبي وأمي صاروا يشوفوني وحدة كساب. كنت مفكرة أنه أبوك وأمك ماتوا من زمان. صح، ماتوا بالنسبة إلي. لما بتذكر هالشي بصدق أنه أهلي ماتوا عن جد ومن زمان كتير. أبي كان يكره هذا الحب كتير، هو كان طيار. أبي كان مستبد كتير، همه الانضباط، كان مسكت أمي على الآخر، عادي قومي قومي. كنت البنت الوحيدة، ذكية وعاقلة ودروسي ممتازة. الشيء المثالي الوحيد كان إنه روح على الجامعة وكمل دراسة، وبعدين على شي مهنة. كان يحبني بهالمكان أساسا، بس مو كرمالي، بس كرمال يقولوا بنت الطيار صارت دكتورة وبروفيسورة مهمة. ما كان يسمح لي أعمل أي شيء، كان يقفل علي باب الغرفة حتى ما أشوف أجوز. بس كل ما طقت روحي ومليت من الوحدة، أجوز كان يجي لعندي من الشباك. كل شيء كنت أنسى، بعدين انتهت الثانوية ودخلنا على الامتحان، طلع لي جامعة بأنقرة. وجوز ما طلع له شيء، راح على العسكرية. كنا نحسب إمتى رح يخلص عسكرية وبعدين رح يشتغل شيء ونتزوج، بس لخلص جامعة. مع أنه عائلتي مو قبلانين بأجوز، وعائلة أجوز مو قبلانة فيني، أنا متمردة ومجنونة. كان بدهم كنا عائلة تليق فيهم أكتر مني، لأني كنت كتير طايشة. عادي. وبعدين؟ بعدين أجوز مات. راح على سيلوبي، كانت دورية على الحدود مع العساكر، وأنا كنت بالسنة الأولى جامعة. حكينا على التليفون لآخر مرة، بعدين ما سمعت منه أي خبر لفترة طويلة. بعدين أنا تشجعت شوي وقلت بحكي مع أمه، قالت لي أجوز مات وسكرت التليفون بوشي. بعدين أنا اتصلت بأمي، خبروني إنه أجوز مات بالاشتباك. تحطمت تماما، كل الدنيا اللي عطيني إياها صارت باردة وعتمة، خلص اتدمرت. بعدها خسرت حالي طبعا، صرت أشرب وهيك شي. كان عنا مجموعة بالجامعة، هدول بيعزفوا مع بعض،
هنيك تعرفت على هكان ورفقاته، يعني إني ضيع وقتي مع ناس وروح وإجي معهم فادني كتير. بعدين أنا وهكان تزوجنا وحملت بإيشا إيشا. وقتها بلش الضرب تبعه، تحملت مرة مرتين، بعدها ضبيت كل أغراضي ورحت. رجعت على البيت لعند أبي، شفت الباب صار حيط، طلعوا رايحين وقالوا للجيران إذا إجت دينيز قولوا إنه ما عندي بنت اسمها دينيز، وما ترك لي أي عنوان. وقتها بقيت على الباب هيك، إجاب كانت ببطني بالشهر الخامس. وأنا رجعت وقتها، مشان الله ما في حدا هون. نعم حسرات. بيرنا ليكي، أنا بطني عم يوجعني، بلش مبارح الخفيف بس هلأ كتير زاد، صدقيني الوجع قوي. لو تخبري حدا لو سمحتي، بلكي بياخدوني على المستوصف. طيب طيب رح خبرون وإجي، ما بطول. ماشي. أوخ. زيرين خانم، حسرة شينغول موجوعة كتير وبدها تروح على المستوصف. لا بيرنا ما بتقدر، وضعها كتير سيء صدقيني. ما في مستوصف، لا تحاكيني. شو صار؟ طلبتي من زيري؟ ايه خبرتها بس ما وافقت انه تطلعي. كيف يعني ما وافقت؟ كيف يعني مو قبلانة؟ يعني موت انا من الوجع بيرنا؟ تعرفي زيرين شلون؟ تحملي شوي رح ارجع اسألها مرة تانية. ماشي يلا، كرمال الله استعجلي بيرنا أنا موجوعة. طيب طيب رح جيب لك مسكن ألم كمان. طيب يسلموا. دينيز شو في يا بنتي؟ تعالي قعدي. شو في؟ ليش بقي شي ما صار؟ المريضة النفسية زيرين والمختلة عقليا راحت وكتبت رسائل باسم حبيب دينيز السابق وخلتها تشوفها عندها بالمكتب. تخيلي زيرين من وين عرفت بقصة أجوز؟ يا ترى كيف؟ شو يعني إن تكتب رسائل باسم حبيبي الميت؟ لك عن جد هاد اسمه انحراف، ما ضل فيه عقل. هي مجنونة ومختلة عقليا وخطيرة بنفس الوقت، بتاخد الأرواح، وبرأيي هي إلى إيد بموت إبك كمان، هي اللي بتكون قتلتها. هالمرة ما رح توقف، ما رح تقدر توقف حالها. رح نشوف دور مين هلأ. طيب بنتي ليكي خبريني كل شي من البداية. قدرة صارت عندك، خير إن شاء الله يا مديرة. بصراحة حبيت شوفك لحتى عزيكي بإبك. شكراً. تعيشي وتترحمي.
عم فكر إنه إبك يمكن ما تحملت عذاب الضمير لأن قتلت نازان، وإلا الانتحار قرار صعب كتير، أكيد كانت عاجزة على الآخر. إذا ما في شيء مهم بدي أمشي، أساساً ضايق خلقي. بس في خبر رح يهديكي، المرحومة نازان كانت تشتغل مع دينيس ومساعدتها. نعم؟ كيف يعني مساعدتها؟ كيف يعني مساعدتها؟ يعني كانت جاسوسة دينيس. قدرت، معقول ابك ماتت على الفاضي؟ لا كذب، نازان ما بتعمل هيك عملة وسخة أبداً. سمعت هالشي من دينيس شخصياً، كشفوا إنه داريا جاسوستك وحاسبوها، بس التجأت لدينيس لما طابت. جاسوسة دينيس هي نازان، كانت جنبك دائما بس ما حسيتي على شيء. قدرت، دينيس بلشت تغلبك وتنتصر عليكي، ما معك حق، صعب تستوعبي الموضوع، انسي، الله يرحمه. ملتم، انتهيتي، انتي انتهيتي، انا بفرجيكي. قدرات، انتي منيحة؟ منيحة، منيحة. اجت معلمتي. يعطيك العافية. شو بها؟ ما بعرف. الله يستر. معلمتي؟ شو الموضوع؟ انتي منيحة؟ شبك معلمتي شو صاير؟ قولي لنا معلمتي شو الموضوع؟ شوفي بعدوا عني كلكم يا كلاب، اتركوني بحالي كرهانة حالي. شو صاير معها؟ ابصر شو القصة، شبها معصبة لهالدرجة. رح احكي باختصار يا جماعة، حادثة الانتحار المحزنة خلتني عيد التفكير، لازم نراجع شكل شغلنا ونكون حذرين اكثر من هيك، والافضل إنه نغير بالكادر الإداري شوي صغيرة، يعني منصب رئيس الموظفين اللي كان لأوكتاي صار للسيد مراد. مبروك عليك. شكراً كتير. أنا واثقة إنه الكل هون بيدعم قراري هاد، وواثقة فيك إنك رح تعمل كل شي لتقدم المساعدة. خبروا المناوبين بالقرار الجديد لو سمحتوا. موفقين جميعا. شكرا. ألف مبروك. شكرا كثير. ألف مبروك مراد. مبروك مراد. شكرا حسين. شكرا كل خير. عن جد بالبالك. شكرا لكم كلكم. ما عاد عم صدق شو صاير معها. ليش لتكتب رسائل باسم شخص ميت؟ ما عم افهم. هالمرة مريضة نفسيا. مريضة نفسيا ومجنونة، لازم ينقفل عليها قريبا. من وين عرفت اسم حبيبك السابق؟ ما بعرف، ما بعرف بنوب، أنا رح جن. هالمرة خرجت عن السيطرة تماما. بعرف. نبهي البنات اللي بقسمك إنه يكونوا حذرين، يعني إذا عملوا خطأ واحد زيرين رح تفرط فيكم وبتخلق سبب لتكتب تقرير فيكم. وإنت انتبهي من قدرات، يمكن تستخدم قدرات حتى تضرك إذا اضطر الأمر. الحقيقة زيرين كانت عم تحاكيني وهي عم تضحك، ما حسبت لي حساب. نازان كانت جاسوسة، تخيلي كيف؟ كيف صار هيك؟
كيف صار هيك؟ تبلناها بيناتنا، حميناها ودافعنا عنها، بس يا أسفي عليها. معقول كل اللي صار على الفاضي؟ يا ربي دخيلك. لا تزعلي معلمتي، ليكي هي نازان أخذت عقوبتها وماتت. عقوبة شو هي؟ أي عقوبة وليه؟ ليكا متسطحة ونايمة بقبرة مرتاحة، انتقلت وماتت موتة واحدة وما تعذبت بنوب. ما رح تمرق القصة هيك هاجر، أنا رح ورجيكي قيمتك يا دينيز الكلبة. أنتي وكل يلي معك كلكن رح تتعاقبوا كلكن سوا. دعي روحي وصلي خبر لرقية والبقية إنه في اجتماع طارق بالمكتبة. روحي. ألف مبروك مراد، بيلبق لك كتير هالمنصب، تكون رئيس الموظفين. شكرا. والله أنا بهنيك من قلبي، كيف قدرت تتأثر بزيرين خانم على رئيس موظفين؟ برافو. إيه هاد اللي صار، على الأقل بتوثق فيني، يمكن بقدر أتقرب منها أكتر بهذا الشكل. مراد لو سمحت حاول تكون منتبه، يمكن هالثقة تتحول لشك بأي لحظة. بعرف، منتبه، لا تقلقي. طيب برأيك إبك انتحرت عن جد؟ قصدك مانو انتحار؟ إبك كانت رح تقدم إفادة ضد زيرين خانو، وهي الإفادة كانت رح تنهي زيرين. لقوها ميتة، شو هالصدفة؟ انت عم تقصدي معقول تتمادى لهي الدرجة؟ ما بقدر إثبت شي يا مراد، بس بقدر أقول هالشي بصفتي خبيرة نفسية. هالمرأة عندها القدرة تاخد أرواح بكل جرأة. مرحبا. أهلين. شكلك مبسوط؟ لا بقلك المنصب الجديد. آه شكراً لإلك، وغير هيك شكراً كتير على ثقتك فيني. لا بالعكس، لأنه أنا ما عملت شي، أنت اللي بتستاهل. لازم توصل هالورقة للطب الشرعي فوراً. شو هي؟ خير إن شاء الله. تقرير الضرب تبع إبك. تقرير الضرب؟ خليتهم يفحصوها قبل ما تروح على المنفردة وقت حادثة دينيز. تعرضت لضربة قوية وقت أعمال الشغب، ضبط هاي الحادثة اختلط مع ملف تاني، إذا وصلته فوراً على الطب الشرعي بتخلينا نستعجل، ولحتى ما تستنى عائلة إبك أكتر لحتى يستلموا الجسة. حرام. طيب أنا بحلها. آه اليوم ليلة الخريجين؟ إيه هاي الليلة لدفعتنا. نحن الشهر الماضي كانت حلوة، بتشوفي فيها رفقاتك لقدام؟ مو كتير. ليش؟ ما بعرف، بيسألوا كتير أسئلة لأنه ما التقينا من وقت طويل، وخاصة إذا رحت لحالي. تزوجتي ولا ما تزوجتي وليش وإمتى؟ والأغلبية بيجوا معهم شريك. بلا يعني بالواقع إذا بدك منقدر نروح سوا. ما بتتضايق؟ لا ليش لحتى اتضايق، بعدين بنحكي شوي وبنتسلى كمان، وقتها اكيد رح يطلع واحد ويحكي عن ايام الثانويه صح، لانه في عندي فضول اعرف. طيب منروح لك. تمام
لكن باخدك المسا من البيت. ماشي. شوفك. بشوفك. هي الكلبة دينيز الشبح وعزراء كمان، ما ضل حدا ما بيعرف انهم جاسوسات عند الشرطة. انا خبرت كل حدا فيكن، بس هنن وكأنه ما صار شي. ما هيك لساتهم عم يتفتلوا بيناتنا وعم يلوحوا بإيديهن، ولك عيبة علينا. فه يا عيب الشوم علينا. ايه معك حق، عيبة علينا عن جد. شو بدك ايانا نعمل قدرات؟ لازم نعطيهم درس ما بينتسى. انتو معي ما هيك؟ ما كن واقفين معي؟ من هلأ وطالع نحن معك يا قدرات. معك؟ ايه. خلونا نجمع بناتنا ونتحد الكل ونروح نقتحم عليهم المطعم. بدنا نورجيهم كيف بيكون الحكم بهالسجن، ونفهمهم بالضرب والضرب والضرب. لمين الحكم هون؟ ماشي كلامك واضح، بس قليلي كيف رح نوصل لعندهم؟ هالشي عندي أنا بحل القصة. عندي. استنوا لسه بدي جيب ملتم لعندي، رح جيبها لصفي كمان. إذا ضغطتي عليه بيكون منيح. إيه منيح إذا ضغطتي من هون. ما بتوقع هيك دودو. مبلا يا ربي. وين أبيلين؟ إيه مو أخدوا الجيتار منها؟ هلأ راحت تستلمه، بس هالبنت كتير زعلانة. لو ما راحت لوحدها. لا لا بعتنا معها بنتي. طيب هي زيرين حطيت هالشغلات قصد جواته ما هي؟ وهلأ عزراء انتي بتعرفي شو عقاب هي الشغلة؟ عقابها بيبدأ أقل شي من السنة وطالع. ييي شو عم تقولي؟ سنة ونص؟ يا ربي هي المرأة الحقيرة. يا ربي أوف. شو قالت لك زيرين هلأ؟ آه وجهك عابس من لما رجعتي. ولا شي، المواضيع نفسها، كلام فاضي كالعادة، يعني ما في أي شي مهم. يا الله شو هالحالة؟ ما عرفت شو مشكلتها؟ جوا قدرة وزيرين برا، شو هالمشكلة؟ هذا بيعني إنه إجا الوقت المناسب لرسم الخطة. إيه شو خطتنا؟ شو بدها تكون خطتنا؟ أكيد عم تخططي لشي. بعد كل هالأحداث تحولنا لألعاب، عم نتعرض للضرب على روسنا بالمطرقة كل ما رفعنا. طيب برأيك شو لازم نساوي هيفيس؟ ما بعرف، أنتي القبطانة أنتي قولي. إيه بس إذا ما بتعرفي ساعتها منسأل عزراء. لا تسألوني عن شي، ما تسألوني عن شي. أنا عندي هلأ حقيقة واحدة معقدتني، إنه ما عم يزبط شي. هذا اللي بدي أسمعه منك. إيه ما رح نعطي لا قدرة ولا زيرين أي فرصة. رح ننتبه على المكان يلي رح نطالع منه راسنا حتى ما ناكل ضربة عليه. هاي هي الخطة وبس. تفضل ارتاح المعلم، تولقى شوي وبيوصل. شكرا لك. بتحب تشرب شاي أو قهوة؟ لا يسلموا يسلموا لك. طيب موفقين شباب. شكرا لك. على راسي. أهلين. أه كيفك أخي؟ مشتاق لك، شو أخبارك؟ كيفك؟ منيح عادي. حاسك متضايق شوي. طلعت مصيبة جديدة بشرح لك عنها بعد شوي. يلا نطلع؟ ايه منطلع. طيب لوين؟ منلاقي شي مكان. طيب يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. ليش واقفة؟ يلا يا تولقا لو انك تضغطي عليه شوي كان بيمشي الحال صدقيني. ليش ما عم تردي علي؟ اخي متأكد ما بدك وحدة تانية؟ لا بتكفي هاي. يسلم ايديك. ايه اخي. وهلا اسمع شو، نحن مسحنا الصورة التقريبية
ولقينا ثلاث خيارات. واحد من شهود العيان حدد الرجال اسمه عاصم دوغو. أها يعني ممتاز، عرفتوا اسمه. عرفنا، بس وين المشكلة؟ الرجال ميت من 8 سنوات. دقيقة، ميت من 8 سنوات؟ والله ما بعرف، طلبت ملفه من الرئيس وهيك النتيجة، وهالشي رح يجنني. أها هذا شغل الموظف، يعني أحياناً بتقدر تعمل شو ما أحياناً، بس أنا ما رح وقف هاي الشغلة، رح ضل متابع القصة. الله محيي أصلك، وأنا هيك بعرفك يا أخي. على رأسي. وشو رح نعمل بموضوعك؟ ولا شي، عم دور، رح ضلني عم دور إلا ما لاقي لي شي شغلة تناسبني. أكيد بلاقي، يعني ما رح أتدمر. من لاقي لك شغلة لا تأكل هم. ما بتقصر. كيفك أحمد؟ يا شبح السجن، عم تتفتلي وعامل حالك القبطاني والزعيمة من هالعلاك المصدي. ليكي حاسه بالمنفردة ما قدرت تطالعيها بالرغم من كل قوتي. لك قدرة سكري. خلص قلت لكم مرقي لنا يوم واحد بلا ما نسمع صوتك المقرف، بلا ما تخليني اخفي لك حسك. ها خلص تعي معي وسكتي. اي بس لا تتحمسي كتير، اوعي طق لك شي عرق، لاني بقدر طالع حماسك كله من حلقك اذا انا بدي. كيف هالجملة حلوة؟ حلوة تحكوا لك. وقفي خلصنا. حماس مين اللي رح تطالعي من حلقه يا ختيارة؟ احكي لشوف، يلا ورجيني خلص. حالك وقفي على حالك لأنه قاعدين بقولي الأولاد. ليكي وليه؟ لا تخليني طالع جناني عليكي هلأ. هبس ببعتك انت التانية على المنفردة. ها حطك مع حاسو. خلص لا تناقشوها، خلص خليكن تموتوا فيها. وانت مين لحتى تبعتيني على المنفردة؟ قلتلك لا تردي عليها. هبس هبس خلصنا. لك احكي. تعالي روحتي لي حماسي، اقطع عمرك انقلعي. يلا خلص تفرقوا، ما في شي تتفرجوا عليه، يلا تحركوا. وانت التانية يا محناية يا حمرة، مين رح يجي اليوم يزورك يا ترى؟ مدير مركز الأمن مثلا؟ أكيد رح تعانقي وتبوسي بوسة، ما هيك؟ خلص اقعدوا بنتي هيك. لا تشوفي حالك علينا وترفعي مناخيرك للسما. الشرطة بتعين جواسيس بس مستحيل يكونوا أصدقاء. خليني أوضح لك هالشغلة ستي، خلينا نصفي حسابنا لأنه ما حدا عنده طاقة أكتر. شو صار لك؟ كل هذا لأنه شالوا لك آلات القمار وسكروا لك ياهم؟ منملي لك الفراغ هون؟ خلص عزراء. بدك نملي لك يا؟ شو رأيك عبي لك وقت فراغك؟ اهدي عزراء. انت لازم تغطي راسك كل عمرك بالأرض من هلأ وطالع. انتبهي على حالك منيح، وبس لأنه ما فيك عقل عزراء ما رح أقلق معك. خلص رجع ورا إيدك. ليش انك بلا أدب؟ يا بنات تضربيك بعد شي لورا. رجعوا لورا. بعدوا عن بعض، ملينا من مشاكلكم. روحوا هلأ على المطعم كلوا أحسن من بياخاتكن. يلا لشوف. الأكل مانو جاهز. أنا قلت الأكل جاهز يا دودو. ماشي بتأمري ملتم خانو. يلا عزراء يلا. جاسوسات. له يا ملتا، منيح انك طلعتي طماع. من حسن حظي انك طلعتي سهلة كتير. والله ما عاد اقدر اتحمل اكتر. لك ما عم بقدر اسمع صوتها واسكت. فوتي لك هالمخلوقة ما بتنشط. شو بيعرفني؟ يخرب بيت على هالمنظر، العمى شو مستفزة. عن جد كتير مستفزة، معك حق. هاي المخلوقة لازم تنحس يا أقرب وقت. Thank you.
ملتم تركت الباب مفتوح. وشو رح نعمل بهدول؟ منقول ملينا بدنا نفوت. بدنا نفوت كلنا مع بعض؟ وين المشكلة؟ منروح بس ينتهي التنفس. أساساً أهم شي صار إنه تركت الباب الوسطاني مفتوح. معك حق، مزبوط. أنا توترت، بدي أتمشى شوي. أتمشي. يا بنات نظفوا المكان منيح. حاضر. رح أطلب منك شي تولاي بس رح يبقى بيناتنا، تمام؟ طبعاً إختي طلبي. ملتم راحت من شوي وتركت الباب مفتوح. هلأ وبلا ما حدا ينتبه عليكي بدنا نروح على المطعم وتعملي شغلة بالسر. أنت بتعرفي مكان المطعم مصبوط؟ بعرف. منيح، جماعة دينيز هلأ بالمطعم، بدك توصلي لهم خبر. بدك تقولي إنه القسم جيم واحد واثنين اجتمعوا ورح يهجموا عليكم على المطعم مع قدرت. طيب ورقية؟ بركي سمعت، وبركي سمعتني المعلمة قدرت كمان، ما رح يتركوني. بتكون سمعت. إذا بحب دينيز ولا لا هي شغلتي، بس هالمرة قوية وأنا بحترمها. الاقتحام رح يكون بثلاثين شخص، هذا غدر. إذا قدرت عندها مشكلة ما عتروح لعندها. ماشي أختي، بس أنا كيف رح فوت لعندها؟ قولي إنك رايحة على الحمام وأنا بكفي الباقي. تحركي بقى وأوعك تنسي أي باب مفتوح، فهمتي علي؟ قولي إنهم جايين مع نداء ساعة التنفس. يلا. طيب إيه لو سمحت بدي فوت على الحمام. بعد إذنك ممكن لحظة؟ ليش تغيرت ساعة مناوبتك؟ هن غيروا لي اياها. رح يكون صعب عليك الدوام هيك. شو بدي اعمل؟ هيك صار وخلص. ايه عادي، الا ما ينحل الموضوع. ما رح ينحل، ما شكله. ايه مو مشكلة، اكيد منلاقي له حل. الله يقويكم يا بنات. انتباه انتباه، انتهت ساعة التنفس. اكرر، انتهت ساعة التنفس. انتوا جاهزين يا بنات؟ ايه جاهزين معلمتي. يلا لكن نمشي. تفضلوا لنشوف. دينيز دينيز دينيز، شو الموضوع؟ انت شو عم تعملي هون؟ رح يهاجموكم بعد شوي. شوفي جوليندام بعتتني، قدرت، جمعت القسمين كلهم وجايين يهجموا عليكم وهن كتير. اوف قدرت، اوف، رح تخلي الكل يهاجمونا. وين هن؟ عالطريق، جايين وراي بعد ما يبلش النداء. ماشي ماشي، روحي يسلموا يسلموا، اسرعي. وينهن هدول يا بنت؟ دودو انتي ودينيز بتروحوا بتشوفوا شو في اواني بالمطبخ، كلهم بيفيدونا. ايه داريا يلا تعي نفك رجلين الطاولات. يلا يلا هاتي اعطيني تنتين. انتو جاهزين؟ كلكن معي يا شرسات. نحن معك. يلا وقفوا شوي، وقفوا، استنوا. أنا فهمانة عليكي دينيز ومعك حق، بس اللي جايين ما رح يجوا إليهم فاضين أبداً. دينيز عزراء كلامها صح، هي عاشت هيك مواقف. اسمعي منا ولا تخلينا نوقف. دينيز رح يوصلوها لعنا. طيب طيب أنا عندي خطة.
شو عم تعملي يا دينيس؟ عشو عم تخططي؟ بهار هاتي لاصي إيلين عطني الكراسي. داريا جهزي مية كربوهيدرات صوديوم. جاهزين اختي. في لسه من هلعلها؟ في كتير بس هذا اللي قدرنا نحمله هلا. ممتاز. انتباه انتباه، في مشاكل بممر مطعم القسم دي واحد. زيرين خانم ناطرين الأوامر، شو نعمل يا خانم؟ زيرين خانم عم تسمعيني؟ زيرين خانم زيرين خانم زيرين خانم سمعتيني؟ لو سمحتي زيرين خانم. رح يكفونا هدول يا بنات؟ ايه يمكن يكفوا. ايه بتوقع بيكفوا. انت منيحة؟ ما بعرف، الحمد لله ما بقي عنا فرصة لنفكر. داريا وينك انتي؟ جاية. ليكو يا بنات اسمعوا، انتبهوا من هدول، لا تخلطوا المواد ببعضهم. وقت كنت عم نظف الحمامات غلطتوا خلطتهم ببعضهم، كانوا بيحرقوا. والله لحمهم السميك رح يحترق. بدنا هنن يحترقوا. والله لنكي جيبوا لي اياهم. يلا ها. يلا كل وحدة تاخد شقفة. خدي كمان بللية. ايه شو بدنا نبللها كلها؟ ايه بللوها على الاخر. طبعا يلا. جاهزين؟ الكل مستعد؟ جاهزين. ايه يلا مسكوها. يلا بسم الله. جاهزين يا بنات؟ جاهزين؟ هجموا. انتباه لجميع الموظفين، في مشكلة صايرة بالمطعم، لهيك تدخلوا على السريع. بالمطعم صايرة مشكلة، تدخلوا. شو هاد؟ تعلمني. We'll be right back.
هذول الكلاب كانوا بدهم يخنقونا ونحن عايشين. ما هاجر؟ ليش هيك صار؟ ما بعرف، بس أكيد كانوا بيعرفوا فينا. ومن وين عرفوا بقى؟ رقية وجولي ندام ما بيطلع صوت منهم، بيخافوا مني إني اغضب عليهم. ملتا؟ ملتا؟ جماعة دينيز من توفي، ما فيهم يطعموا لها الكلبة مثلنا. ممكن زيرين تكون شافتنا من الكاميرا وخبرتهم، معقول معلمتي؟ ايه يمكن، أولتا وآخرتا رح ينعرفوا. ايه رح أعرف، العمى ضربهم. اف، حاسب العمي عم يحترق. روحي روحي جيبي لي ليمون أو جيبي لي طفاية حريق، شو ما كان المهم جيبي لي يلا. للأمانة الخطة كانت حلوة، شاطرين والله، حلال عليهم. ايه تفضلي. يسلم. تفضلي. يسلموا ايديكي اختي. شبك عيونك حمر كتير؟ لانه عيوني ملونين بضل بياضهم احمر هيك، وبفضل الله ضلينا سالمين. مرقت على خير. برافو عليكي، فزتي بالمشكله عن طريق الدفاع. لك وقت اجت البنت وقالت رح يهاجمونا، وقف قلبي من الخوف. انا قلت خلصوا علينا رح يقتلونا كلنا جودو. بس اللي صار انه هن نختنقوا مثل الكلاب. بس كانت خطه بتجنن. خطرت على بالي فجأة. منيح خطرت ببالك فجأة، لو كنتي مفكرة من قبل أبصر شو عملتي. بس تمنيت لو فيني اخدش رقبة قدرة حتى علم عليها مثل ما عملت. وأنا تمنيت هالشي، كانت ارتاحت نفسيتي. شو عم يحكوا؟ روحي بحكي لك بعدين بالغرفة، ماشي يا عمري؟ يا عمري أنا. يا روحي حسرت راحت علي حفلة مرتبة. أي والله ما في ولا خبر عنا، رح جن يا جماعة. يوانجا جارجيك على المنفردة. كيف؟ دقيقة دقيقة. شو عملت؟ شو عملت؟ ما فهمنا شو عملت؟ دقيقة ملتم، شو الموضوع؟ العقوبات عنا كيفية صايرة؟ سبب الحادثة اللي صارت اليوم، يعني يوانجا هي اللي كانت مسؤولة عن المطعم، لهيك رايحة على المنفردة. هيك لكان؟ واللي هجموا علينا زيرين خانهم رح تعاقبهم وحده ورا الثانيه يعني؟ ولا قالي لي ست ملتا عذراء؟ نعم. يلا يونجا. امي لا تروحي. استني، قلت استني. حبيبتي اويكو ما في شي يا بنتي، لا تخافي، رح ضل كم يوم بمكان تاني وارجع. لا تروحي امي بترجاكم، تركولي امي هون. دودو هون والبنات هون، انا مجبوره. ماشي امي. روحي يونجا. أويكو تعي يا روحي، تعي تعي بنتي. يونجا لا تقلقي عليها، لا تخاف. سمعتي معلمتي؟ المديرة زتت يونجا بالمنفردة. ليش؟ كيف؟ ليش؟ قال لأن المسؤولة عن المطعم وهن نوسخوا المكان وكتبوا فيها ضبط رح يزيدوا عقوبتها أسبوعين. يا سلام. هي الحية زيرين، حتى ولو كان مرة بالسنة، المهم تعمل شيء مفيد. مزبوط؟ آه؟ بس ما رح أنسى أنه هالكلب السبب بموت إبك. سجلت لي إياها بصفحتها، سجلتها. قال شو؟ دينيز عم تفوز عليك يا قدرت. باق باق باق، اسمعي على هالكلام اللي قالت لي، خلتني انجلط. مو مهم هلأ، الأهم الشبح. لازم نعمل كل جهدنا، لازم نخلص منا لهالجاسوسة هاي. ايه فهمتوا؟ هاي أولوية. ايه هاجر؟ إذا هيك بدك فمننفذ. ليكي هاجر،
فهمتي يلي قلته ولا لا؟ عم تقولي من نفس وتهزيلي براسك. في حساب وبدك تحاسبيهم كلهم مزبوط مو هيك؟ هاجر ليكي بكرة ذكريني اشتري لك عقل جديد يكون عم يلمع وبيلبق لك، هيك ما رح يمشي الحال بنوب معنا. ايه ذكريني ها اصحك تنسي. رح ذكرك. فيكي تطلعي. شو صار حتى عم تعدلي هيك ست زيرين؟ لك كنت رح موت من الوجع. إذا طلعت كل حدا توجع ما بيبقى حدا بالمنفردة. أعطيت دورك لغيرك لهيك رح تطلع. يلا يونغا. يونغا ليش هون؟ ليش دخلوك على المنفردة؟ بلا سبب يا حسرات، البنات بيخبروكي بالقصة. يلا شو صاير؟ قلي لي ليش يونغا هون يا خانم؟ ماني مجبورة خبرك. أنا ما فوت حدا لهون بدون سبب، بس لو كان عندكن عقل يفهم هذا الشي ما كنتوا عملتوا جرائم وفتوا لهون أصلا. الوضع ما رح يستمر هيك، رح يجي يوم. حسرات إذا ما كان بدك ترجعي تفوتي للمكان اللي طلعتي منه سكتي. خدا يونغا انبسطي بهالمكان. يلا يونغا فوتي لشوف. لوين أخذوا أمي وتركوني لحالي؟ ما أخذوا أمك لأي مكان يا حلوة، هي بس راحت ترتاح بمكان غير هاد. ما بتطول عليك، رح ترجع لعندك وترجعي تقعدي معها مثل قبل. نحن كلنا معك، نحن كمان عيلتك. نحن معك يا بنتي، مو أنا مثل أمك؟ آه ليكي هي أختك داريا وبيلين معك كمان، التيتة صفية كمان، وخالتك هيفش كمان. وهي الخالة هيفش عم تضحك. كله من هالحقيرة. يلا يا بيلين يلا يلا. ايه يلا. مو قلتي رح تغني للعبة؟ يلا تعال يلا يا بنتي يا روحي. شو بدها من نزيرين؟ ما عم افهم. لعنتها لاحقتنا كيف ما تحركنا واجينا؟ لك ما بتتركنا. دخلت البنات معي بهي الحرب، معقول غلطنا لأنه حاربناها بهالشكل؟ ما غلطتي ما غلطتي دينيز، هي عم تعمل هيك لأنها خايفة منك. تعلمي واصبري. حسرات حسرات إجت حسرات يا روحي. رفقاتي شو صاير معك؟ كيفكن؟ نحن بخير. وإنتي شبك؟ شو صار لك زيرين؟ عملت لك شي يعني؟ لا شو بدها تعملني زيرين يعني؟ أنا موجوعة، معدتي عم توجعني كتير من مبارح. طيب من شو؟ كنت بدي روح على المستوصف بس زيرين الحقيرة ما سمحت لي روح أتعالج. الله يلعنك. طيب يلا امشي نروح. لا بلاها، بيرنا ساعدتني جابت لي مسكن ألم على المفردة، خلوني نام شوي بلكي برتاح. طيب يلا فوتي. تعالي خليني أخدك. يلا ورح أعمل لك زهورات حتى تشربي. ماشي ايه؟ انتي فوتي ونحن منجيب لك الزهورات. ما بتأخر عليكي. سلامتك ايه يا عمري. سلامتك حسرة. روحي ارتاحي. ماشي. شو صار مع يونغا؟ ليش أخدوا على المنفردة؟ إذا ما لقيت حدا تلعب معه بتلاقي حدا تعاقبه. لا تفكري بحدا، فوتي يلا. عم تسأل عن يونغا؟ شو فينا نعمي؟ ما منعرف كيف وضعهم بالمنفردة، في برد ولا جوع ولا كيف الوضع. أنا رح بلش سب على زيرينها. الله رح يعاقبها وبعدين. بس بكفي لهون وحاجة. والله ما بعرف جعباني رفقت لهالواطية. وبعدين معهم بقى يعني؟ لعما عن جد زادوها بارح حسرات واليوم يونغا واللي قبله بيلين، وبعدين رح نضل ناطرين مثل الغنم. برأي هالكلب زيرين بلشت تطلع ريحتها. عن جد هالوضع لا يحتمل بقى. يا بنات اسمعوني شوي، أنا بعرف إنكن معصبين وما ضل عندكن صبر ووصلت معكن لهون، أنا فهمانة عليكم، بس تجاوزنا مصاعب كتير. مشينا من فوق النار وبقينا كتير تحت المطر وعشنا شغلات أصعب بكتير، صح كلامي؟ ما عشنا هالشي بس ما بيهمنا لأنه كنا مع بعض ورح نضل هيك. تعرفوا ليش؟ لأنه نحنا كلياتنا إيد وحدة وما منستسلم وضلينا متأملين. لهيك اسمعوني، نحنا ما لازم نتشائم،
رح نوقف مع بعض وما رح نتراجع ابدا، وكل اللي جاي حلو. اتفقنا؟ ايه خلصنا. نحن معك يا زعيمتنا، نحن كلنا معك. ممتاز. ما بعرف شو لسه رح يصير. أنا ضايعة، ما بعرف إذا اللي عم أعمله صح ولا غلط. يا ربي، يعني لو هالمرة عم تتعامل معي لوحدي كنت بتحمل أي شيء. اصحك تتراجعي يا دينيز، اللي بيدير هالحرب بعقله مو بمشاعره هو اللي رح يربح. هي المرة عم بتدير قسمنا، إذا سمحتي لمرة واحدة تقسم جيشك ما رح تقدري ترجعي تديري بعد هلأ، فهمتي؟ زيرين إذا عرفت هالنقطة بدها تستغلها ضدك. عيون هالمرة علينا عم بتراقبنا، استخدمي هالشي بكل قوتك يا دينيز. واقفين مثل براميل الرصاص. بعرف انه الوقت ما نو مناسب، وهنن كمان تحملوا كتير ويمكن ينفجروا بالاخير. اذا ما سمحتي لهم يفرغوا اللي جواتهم رح يتلخبط الجو كله. بعرف فهماني عليك، بس بكل مره منتعامل فيها بعنف ملاحظه انه عم يجينا ضغط اكبر. حكينا بهالشي قبل، شو اللي عملناه؟ مسكنا سلاح وقوصنا على بعض واخذنا روح وراحت لنا روح. كل ما تعاملنا العين بالعين، كل ما تجاوزنا حدود الإنسانية. لا نحن ما رح نسمح لها تسحبنا على القاع وعلى هديك الحفرة مرة تانية لو شو ما صار. بعرف إنه نحن ما رح نقدر نلاقي حل لهالوضع، بس هاد ما بيعني إنه ما في حل. بنود رح نفكر، رح نقعد ونفكر منيح ورح نلاقي حل مناسب. زيرين خانم، داريا بوزباير من القسم بي واحد بدها تقابلك. دخليها. تعي داريا. شوفي، جيت مشان الحادثة اللي صارت اليوم يا خانم. يونغا ما إلها أي ذنب، هي كانت مسلمتني المطعم إلي. يعني أنت كنتي المسؤولة عن المطعم؟ صح. يعني بدك دخلك على المنفردة وطلع يونغا؟ أي، لأنه المذنب الوحيد هو أنا. داريا، نصيحة مني إليك، الشي اللي عم تعمليه كرمال دينيز والبقية غلط. احمدي ربك إنهم ما قتلوكي، مشان هيك لا تعملي خدعة سخيفة حتى يدخلوكي بيناتهم. موقفك مو حلو، روحي. زيرين خانم، عم قلك المطعم كان مسؤوليتي، ليش ما عم تصدقي اللي عم قوله؟ بما إنك كنتي المسؤولة وحابة تتعاقبي عقاب يليق بذنبك، فإنه يبقى حدا بالمنفردة بسببك أنتي بتوقع إنه أكبر عقوبة كرمالك. بيرنا، خديها على قسمها يلا، ولا عاد تجي كرمال هيك أمور سخيفة بعد هلأ، وإلا على المنفردة وما عاد في طلعة. تعي داريا يلا. شو يعني سنة أخي أرهان؟ إلي سنة كتير. صدقني والله كل العالم بتعرف هون إني ما حطيت البطاقات بالجيتار. هالشي معروف، بس كيف بدنا نثبتها بقى؟ صدقيني رح أعمل كل شي بقدر عليه، بس أنا ما عندي أمل بهذا الشيء. على كل إن أنت لا تقلقي، أنا ما رح أترك الشغلة هيك. بعدين فكري شوي، أنت صرتي بريئة من قضية قتل زوج أمك. نحن ربحنا يا بيلين، أنت كافحتي وربحتي بالنهاية، لازم تكوني فخورة. إيه مزبوط، وفرحت كتير أخي أرهان. أصلاً أنا ما عدت البنت اللي بتقعد لوحدها وبتبكي على قدرها، بس طبيعي الإنسان يفكر أحياناً إن كان جوا ولا برا إنه الشر موجود بكل مكان. ما عاد في فرق، ما بتعرف من وين بيجيك الشر. شفتن شو عملوا؟ تعلمت كتير هون، ولما يصير هيك بقول معناتها لسه في كتير حتى أتعلمه. ماشي، أنا ماني بقى تعيسة، صار عندي عيلة بتجنن.
تعلمت منهم كتير ودافولي لحياتي كتير، بس أنا بدي أقول إني وقت أطلع من هذا المكان ما رح أطلع بيلين القديمة نفسها. برافو عليك، صدقيني أنت بنت كتير قوية يا بيلين، برافو. يلا لكان بدي أحكي مع دينيز شوي. لا تزعلي. إيه تمام. إيه صحي، رجعوا لي الجيتار تبعي من جديد. أكيد أنت يلي تدخلت بالقصة، شكراً إلك. ولا همك، بس بدك تغني لي غنية كرمالي. أكيد تكرم، مغني طبعاً. بشوفك. بشوفك. إيه والله كتير معقدني الوضع هون. أوه حسرة. لساتك موجوعة؟ يا الله دخيلك، كيف صرتي؟ عم دبر حالي. طيب ليش أمتي؟ كنتي خليكي نايمة. مليت من النوم، حاجة تجبروني. لك حسرة، لازم تنامي، بتضلك فايتة طالعة. شو قصدك؟ ما بدك يعني اطلع اقعد معكم هلا افوت. يا ربي ليكي، هاب فوت على غرفتك وبقعد فوق راسك اسبوع بحرمك تقومي من تختك. ليكي حسرة، انتي لازمك راحة. لك كان عندك اكياس مي سخنة، وين رحتي فيهم؟ ما بعرف، لو في قرميد احمر كنا حطيناه لتحت رجليها. امي هيك كانت تعمل، من وين بدنا نجيب هلا؟ اذا مع زايدة دودية كنا منخليها تنفجر لا سمح الله. لا لا، هذا مرض نسائي واضح، عم يوجعك هون مو؟ ها شفتي، يلا امشي، ما بصير تضلي هون. تعالي يلا معي. قومي على يلا يلا قومي، خلصيني لا تجي يلا قومي. الاولاد اما بطبيعي شو عنيدة. يلا امشي، رح اسلط رح اسلط. لك شبك، شدي حيلك شوي. يا ربي منها صايره مثل الولد الصغير. اثنين ما فيهم يضبطوها. داريا وين كنتي يا عيني؟ بيرنا خير؟ شو صاير؟ حاولت تحمل التهمة عن يونغا يا حرام، ما قدرت. أيوة رح جيب لك القهوة على حسابي، عن جد طلعتي بتستاهلي. لك داريا. تمام ماشي، أنا بخبر أختي دينيز. أختي دينيز تعي روح. يا عمري يا عمري يا عمري، احكي شو قال لك اخي ارهان؟ القاضي اجل اخلاء السبيل تبعي، يعني عم يقول لي يمكن ضل سنه. طيب انت لا تفكري، اكيد منلاقي طريقه لتطلعي. ما عم فكر بنوب، وماني زعلانه على حالي، بس وانت لا تزعلي ابدا ماشي. انا بعرف انه عندي كتير شغلات المفروض اتعلمها، لهيك ما بدي اياكي تتضايقي لهذا السبب ابدا اختي. انا شايفه كل شيء وفهمانه يا روحي. صحي اخي ارهام بده يشوفك كمان، الموظف عم ينترك برا. طيب. انا رايحه احكي معه، وانت لا تروحي لاي مكان، بس ارجع منقعد ومنحكي ماشي. لوين بدي اتحرك؟ ما رح اختفي، بتعرفي مكان. لوين؟ إجا محامية وهي بدها تشوفه. منيح، في شغل كتير عم يتعب فيها المحامي، شي انتي وشي بيلين. عادي، اصلا شغله عم يزيد من وراكم. تفرح كتير لما تزعج اللي حواليها، ما هيك؟ أزلام بدي أسألك، شفتي أوكتاي؟ يعني حكيته شي؟ عندك أي خبر عنه؟ خلاص امشي دينيز. ألو ألو أوكتاي، أنا دوغو. أهلين دوغو، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، ما التقينا لهيك عم دق لك. ولا يهمك عادي، لا تفكر بالقصة، كيف رفيقك؟ إيه منيح، مرق الحادث على خير. شو عم تعمل، نلتقي بكرة؟
ليش لا؟ حلو كتير بشوفك. رح أترك لك المكان لإلك، أنت دبر كل شيء. ماشي، رح أعوض لك الخطأ بأقرب وقت ممكن. لا يا زلمة، عن أي خطأ عم تحكي؟ لكان ناطر اتصالك بأقرب وقت. طيب بشوفك. بشوفك الله معك. رح نلتقي على الأكيد. هاي الوراق الرسمية اللي حصلت عليها بخصوص زيرين، أنت طلبتي هذا الشيء، يعني ما كتير لقيت عنها معلومات، بس عرفت إنه رزجون اللي اشتغلت فيها عندها مكانة مهنية مشرفة، اشتغلت بكل مكان بالدولة تقريبا، بالسجون المفتوحة والمغلقة كمان، ترفعت أكتر من الكل وين ما اشتغلت. عندك شي تاني ممكن يفيدنا بشغلنا؟ مع الأسف لا. لا ما في أي شي بخصوص زيرين معنا. أرهان، أنت تعرف الضابط تولجا ما هيك؟ هاد رئيس المفوضين اللي مسك عزراء، تقدر تتصل فيه؟ في شخص عم يشتغل تحت إيد زيرين بأعماله القذرة، تولجا عم يلاحقه، يعني بلكي بتشتغلوا أنت وياه سوا، بجوز يساعدك بشي معين. ماشي رح تقله. بيلين وضع سيء، عم تحاول إنه تكون قوية، بس شلون؟ لسه سنة زيرين مبلشة فينا واحدة ورا الثانية. أرهان أنت هو أملنا الوحيد. لا تقلقي. تصبحي على خير. وانت بخير. هالملعونة زيرين، هاي الكلبة زدت يونغا بالمنفردة، ما بس نحنا ما بيتقرب علينا. شو بيقولوا المنطق هاجر؟ شو معلمتي؟ بيقول المنطق انه زيرين مستحيل تكون تحالفت مع دينيز وهديك المحناية، مو هذا اللي استنتجته؟ ليك لهلأ لسه ما خلصتنا منه. ايه معناتها لازم نلاقي حل تاني نقدر نتخلص منه. طيب مو قلنا عنهم انهم جاسوسات للشرطة؟ اها، والكل صدقنا، صدقونا مثل رقية و جوليندام. ايه جوليندام معنا، بس في تسريب من عنده. قلبي حاسسني انه الفسادية من عنده، ما هي يعني بما انه زيرين ما صارت عدوة لألنا هاجر، ما شو هاجر؟ صح، وانا هيك شايفة هي الامور معقدة شوي معلمتي. بالعكس مو معقدة هاجر، عقلك هو اللي معقد. ليكي فاضي وعم يطلع صوت قوي كبير منه. حسرات حسرات، انت عم تنزفي روقي. رح جيب حدا يساعدنا. استني دينيز، عزراء تعوا بسرعة، حسرات تعبانة. يلا شو صار لها؟ عم تنزف كتير. حسرات 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 يا بطني. حسرات استنوا شوي دينيز. شو بكي؟ شو بدك تعملي؟ حدا يجي يساعدنا. شو صاير؟ حسرات معها نزيف، جبلنا اسعاف على السريع. يلا استعجل فورا. الحقيقة هلا اجي. هلا يا رب ربكي حسرات. ما تواخذني، استدعيتك لعندي على المكتب. لا ما في أي مشكلة، شميت هوا وغيرت جو، وعنا مدير جديد وبتعرف شو يعني هالحكي. شو يعني؟ معجزنا بيتدخل بكل الأمور، وصلت لمتهم بقضية عزراء عاصم دوغو، وعندي شاهد عيان ما همه. ايه طيب خدوا إفادة من الزلمة. ما بينفع بنوب، طلع الزلمة ميت بالسجن من سنين، الشاب عم يحلف ميت يمين إنه شافه بعينه. روح لعند المدير واطلب الملف، بيقلك الملف تسكر. معقول هيك شيء؟ اصلا انت اعتقلت حدا بالغلط، ولازم ينفتح الملف من جديد لما يلتقى شاهد او طرف خيط تاني. تفضل واشرح هالحكي للمدير. تولجا لو سمحت لا تترك القصة، عزراء لازم تطلع بسرعة. انا ما رح اتركها. طيب بدي اسألك، اذا كنت مواطن وماني شرطي مثلا، شو بقدر اعمل ضمن اطار القانون، وشلون بدي لاقي معلومات عن عاصم؟ بدك تقدم طلب. بقدر اقدم طلب؟
آه. بالمناسبة هاد اللي قدرت لاقيه بخصوص زيرين، يعني مثل ما قلت لك على التليفون شغلات بسيطة، بس بلكي أنت قدرت توصل لأي شيء مهم. منلاقي مع أنه بوجود هيك مدير عنا ما بقدر لاقي عنواني حتى. ماشي ماشي، اهدي اهدي شوي، اهدي على مهلك، لا تستعجلي علي. شوي 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 شوي. اوه على مهلك، اهدي حسرة، اهدي. اوه ما تفيني. اهلا وسهلا. اهلا فيكي، تفضل فوت. انا تاخرت عليه؟ لا لا، انا اللي اجيت بكير. بدي 10 دقائق لحتى البس، هالشي بيزعجك شي؟ لا بالعكس، في معنا وقت منيح. طيب فوت وارتاح انت وانا بخلص وبجي. ايه ماشي، شكرا. إذا بدك تشرب شي في بالخزانة. شو قلتي؟ قلت إذا حابب تشرب شي بتلاقيه بالخزانة. إيه تمام، شكرا. أنا 5 دقايق وبخلص. أنا جاهزة. أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ بخير، يعني كيف بدها تكون؟ أنا كتير قلقت عليك، ما عاد سمعت صوتك أبدا. ليكي ميليس، لازم قلك هالشي بكل وضوح لأني ما بقدر أسكت أكتر من هيك. أنا عم أتضايق. عم تتضايق مني؟ لا 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 أبدا، من أنك تحسي بالمسؤولية تجاهي. متضايق من هالوضع، أنه ما في داعي لهالشي، ما أنك مضطرة تهتمي فيني بكل دقيقة. بصراحة بس الاهتمام فيك أنا كتير بحبه بصراحة، وأنا كمان. شو متحمسة؟ شوي. نروح لهنيك؟ يلا. تعرفي شي حدا؟ زيري؟ هاي انتي عن جد زيري؟ انا كتير متغيرة علي وحليانة. سرعة تعالوا يا بنات شوفوا مين في هون. ما عرفتك وقت دخلتي على المطعم، ما تواخذيني. زيرين؟ ما عم صدق عيوني، ما كنتي تهتمي بحالك هيك بالثانوية، كانت تتعصب منا لأنه منحط حمرك الفترة. ما عم صدق عيوني، ليكي شوفي كيف صايرة. أنا شوال. ما
مرحبا. ما بدك تعرفينا على زوجك؟ لا ما زوجي، السيد مراد زميل عمل. وصديقة كمان. طبعا وصديق. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. نيالة محظوظة كتير بهالصديق. ميليس بتعرفي شو كان بدي؟ شو كان بدك؟ لو إني كون شخص أحسن. ليش؟ كرمالك أنت. أوكتاي ما في داعي تكون شخص تاني كرمالي. أنا بحبك وأنت بهي الحالة. أنا؟ بدون شغل وقاعد بالبيت وبمللي مجنون ومشرد، شو بتحبي فيني؟ هالغنية كانت كتير مشهورة على فكرة، كان الكل يرقصوا عليها بالثانوية أول ما يسمعوها، وأنا كنت أتفرج عليهم وقتها. لا ليش؟ لأني ما كنت أعرف رقص منيح. أنا بعرف. عن جد؟ أنا وأختي رحنا على معهد الرقص بالصيف. ما كنت بعرف إنه في عندك أخت. يلا تعال. دقيقة لوين؟ لا تخاف أنا بساعدك، ما نو صعب تعال. استني ليكي ليكي، ما رح تضحك علي ما؟ أنا بوعدك. في ألم هون؟ كتير عم يوجعني هون. شبك حسرت؟ عم نعاين المريضة، طلع لبرا لو سمحت. شلون عم تعينوها؟ البنت رح تموت من الوجع. لو سمحت استنى برا. لو سمحت. يا الله هيك كانت المعاينة. أنا برا حسرت. ماشي ماشي طلع، عيب. يلا حسون. ايه طالع خلاص. الحمد لله على السلامة يا أخي. يسلم يسلم وكلك ذوق. مين بتكون، مرتك؟ لا مو مرتي. لك عم تقربك هالبنت؟ لا ما بتقربني. بس بصراحة أنا لاحظت إنه تغير لونك، وهالشي خلاني أفكر إنه بتخصك. إيه بتخصني، بتكون رفيقتي، يعني رفيقتي المقربة. شباك ليش عم تضحك؟ ولا شي، يعني وأنا حبيبتي نايمة جوا كمان مثلك أنت. شو هالحكي ولك شو حبيبة ما حبيبة يا صايع؟ وقف وقف، لا تبلش خناق. انت مجنون حبيبي؟ انا مجنون؟ لك مرتكب جريمة فيك ولك؟ يا تركني الزوق يا بلا اخلاق. انا بورجي تركني والله لك كسر راسك. ايه اجيت. والله إنك رائعة، ما كنت بعرفك هيك. شو في كمان شغلات ما بعرف عني؟ مثلاً بعرف أعمل بوزة طيبة كتير. قلتي بوزة؟ من وين تعلمتي؟ بابا كان يحبها كتير، يعني كنت مجبورة. والله شغلة حلوة، شو كمان غيرها؟ شيلك مني هلأ، خلينا نستمتع بهاللحظة. Just give.
excitement of fresh things to do and the pleasure of my love for you. شو صار مع دكتورة؟ شو حالتها؟ بكير لسه حتى نحكم على وضعها، بس لتطلع نتائج تحليل الدم منتأكد. بتطلع النتيجة الليلة؟ النتيجة ما بتطلع اليوم، يمكن تطلع بكرة. خلي المريضة عنا الليلة ومنه بتبقى تحت المراقبة ومناخد القرار بكرة الصبح. يسلموا. العفو، أهلا وسهلا. يسلموا دكتورة. مع فاية إن شاء الله. الله يعافيكي. ما فيكي شي يا بنت؟ يحيسة والله أنا تعبانة، فكرت حالي رح موت خلاص. شو أنا بدي أسمح لك موتي يعني؟ إذا اضطريت كنت بحملك على ظهري وباخدك. لا تبالي. جوعانة شي؟ بجيب لك أكل؟ ماني مشتهية أكل شي بنوم. شو رأيك شوكولا مثلا؟ طيب بخليهم يجيبوا لك سندويشة تاكليها. ما بدي والله، لا تعب حالك، أنا منيحة. يسلموا. تعب شو يا؟ استني دقيقتين وبكون عندك. طيب لكان جيب لي معك كم بسكوت حسون. ايه ماشي تكرمي. ماشي ماشي. ليك وشيبس كمان. ايه طيب. كانت حلوة كتير هالليلة، ما انبسطت هيك من وقت طويل كتير. بتشكرك عن جد. وأنا انبسطت أكتر. بالعادة لازم أقلك تعال نشرب قهوة سوا. كنت بتمنى بس الوقت اتأخر، مانو مناسب. بلكي المرة الجاية. بقبل إذا بتوعدني إنه في مرة جاية. بوعدك. تصبح على خير. وأنت بخير. بتعرفي يا دينيس إني من زمان ما مضيت هيك ليلة حلوة. ما بتصدقي قديش كنت مرتاحة. رح تتفاجئي بس تعرفي أنا مع مين كنت. بس بتعرفي شو؟ أنا شخص منيح، لهيك ما انحرمت من السعادة بسببك أنتي، وحقدم لك مفاجأة بتجنن. استنيني بس، ما ضلي كتير. بيت 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 بيتا ما انتهى السيرو. حسون حسون ولك حسون. حيسو 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 حيسو. يا ممرضة يا ممرضة ممرضة ماتت. تعال، ما في شي ما في شي، أنا منيحة ما فيني شي. اهدى تمام. تعال. عن جد ما فيك شي؟ أي يعني أنا كتير فادني السيروم وخفف لي الألم. أنا منيحة منيحة، بس أنا كتير مليت. خلينا نطلع من هون حسون. معقولة يا روحي؟ شو مفكر عم يسربوا لك كولا؟ شو هالهبلة؟ بس يخلص. امتى رح ينتهي يعني؟ والله فقع قلبي من الملل وانت ناية ومبلش شخير. والله راسي وجعني. مين؟ انا عم شخر؟ انا ما بشخر. بتشخر وبترفع صوتك كمان وكأنك سيارة ومخنقة بشي طلعة. اوف اوف، انت فخ راسي منك. ليش عم تفتري علي؟ شو هالتبلي هاد؟ عم تبلاك وافتري عليك. يعني رح يجي يوم وتسأل اللي رح تنام جنبك انا بشخر ولا ما بشخر؟ اعترفي. بلكي أنت صرت تنامي جنبي. أه
شو قلت حسين؟ يعني عم قول بلكي نحنا تزوجنا بعدين. حسين انت سامح حالك شو عم تحكي هلا؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه جنيت؟ يعني حسرت انا قصدي لما رح يتم اخلاء سبيلك بتوافقي انه تتزوجيني؟ عن جد انا بحبك كثير، تزوجيني. أنا لا أنا حسين أنا 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 ما بقدر أتزوج، أنا ما بقدر أعمل هاي الشغلات، يعني لا حسون لا مستحيل هاي الشغلة. ليش ما بتتزوجيني؟ شو بني أنا؟ لا المشكلة مو فيك، المشكلة مرة مثلي كانت بالسجن عاملة العمايل وأنت جاي تطلب إيدها. الله الله، يعني أنا ماني مرة خرجت تتزوج نهائيا، لا أبدا لا مستحيل حسين. إيه ماشي. طلع فيني، لا تزعل مني أمانة يا حسين، حكيتني بشكل حلو ورايق وأنا جاوبتك بنفس الطريقة، زعلت شي؟ لا أبداً، ليش لحتى أزعل؟ أنا طالع شم هوا بما أنك منيحة، صرتي منيحة، أنا رايح. كيف الشباب؟ أهلين. صباح الخير عاكف. أهلين مراد بيك. تفضل. شكرا. زيرين خانوا ما اجت اليوم مراد. يلا رح تعملي هيك بشكل دائري باتجاه جوا، وهون بيصير الغلط لأنه هيك بينظفوا العالم. عم حاول حل الشغلة بنكاشة الأسنان، والنكاشة كمان بتوفي بالغرض بس بهي الطريقة. ايه اجت حسرة. حسرة؟ حبيبي رجعت حسرة لعنا وهي بكامل قواها العقلية والجسدية. اشتقنا لك كثير. كيف صرت؟ اختي دينيس الحمد لله على السلامة يا روحي. تعي معي حسرة، تعي نقعد، تعي يلا خلوني اقعد. ايه شو قال الدكتور؟ شو معي؟ ما قالوا شي، ناطرين نتيجة التحاليل لتطلع بعدين بيعرفوا شو معي وليش تعبت. بعتوكي لهون هي؟ ايه قالوا لي طلعي وانا اجيت لهون دغري، لا تحملي زيادة هيفيس. وهلا قليلنا حسب شي وجع؟ لا تعبت شوي ومليت من السيروم، لسه معلق فوق راسي تعرفوا. دخيله دخيله. حسرت امي منيحة؟ هي ما رح تجي لهون؟ ما شفت امك يا روحي. حسرت مو قلتي لنا شفتيها امبارح؟ اه قالت انها رح تجي. يعني قالت رح تجيب البسكويت الطيب، هي بتقلك استنيها. ماشي يا شقرة يا حلوة. سمعتي يا عمري؟ امك جاية بعد يومين. بتضل تقولوا انها جاية بعد يومين وما عم تجي لعندي. اويكو شو اعمل؟ والله ما فهمت عليكم اول شي وما قدرت دبر جواب ما يخليها تزعل. يا الله منكم.
رئيس الموظفين طالبك لعنده. رئيس الموظفين؟ مين رئيس الموظفين؟ مراد. أوه، مراد صار رئيس الموظفين؟ شو بصير إذا صار رئيس الموظفين؟ كتير شغلات أساساً الكل هون رح يصيروا مثله. لا تضحكيني يا بنت. عم يوجعك هون يا روحي؟ هاي البطاقات يلي باللوحة. ايه هدول البطاقات اللي شفتن وهدول الصور نفسهم. في الشيطان والمرأة اللي شعرها أحمر والبرج المنهار. بس شو هاي؟ هاي جديدة. هاي البطاقات. طيب على البطاقة في مرأة خالة صفية حاطة إيديها على وشها وقاعدة على التخت ومبينة زعلانة. ايه وفي وراها واحد اتنين تسع سيوف معلقة وراها على الحيط. ايه صح السيوف التسعة. هاي بطاقة الليالي اللي ما فيها نوم. انتبهي منيح. فاقت المرة من كابوس مرعب ولساتها تحت تأثير هالكابوس ومبينة كتير خايفة. هاي بطاقة مخاوفك وقلقك وأحزانك اللي عشتيها بالماضي وكل شي لساته بذاكرتك. دينيس هي انتي. بس هالبطاقة ما كانت موجودة. حاطة هدف جديد معقول؟ طيب ماشي خليها تلعب معي هيك أحسن. خليها معي بس أنا ما بخاف. شو رح تعمل؟ رح تقتلني يعني؟ أحياناً في آلام أصعب من الموت يا دينيس. بدك تنتبهي شكله أنتي إجا دورك. إذا سمحتي لمرة واحدة تقسم جيشك ما رح تقدري ترجعي تديري بعد هلأ. زيرين إذا عرفت هالنقطة بدها تستغلها ضدك. عزرا تعالي معي هلأ بنرجع أختي صفية. لعملك دينيس تقولي عايشين بغابة كلياتها وحوش وذئاب. بعرف. ايه أكيد بعرف إنه رأينا أحياناً بيكون مختلف شوي وخاصة بخصوص قدرة هاي الفترة. بس رح أقلك شغلة، ما في بهالكون حدا بيتمنى إنه يتخلص من قدرة قد ما حابة أنا أتخلص منها. لأنه كل ما سمعت صوته أو شفت وشه قدامي بتذكر فوراً كل حياتي اللي ضاعت مني وتدمرت. لهذا السبب فكرت كتير إني أتخلص منها. مو بس فكرتي، أنتي عملتيها. ما قدرت أعملها بس بهديك الفترة فهمت إنه المسألة مو إني أتخلص من قدرة، لأني وقتها بدي أتخلص منها بسبب انتقامي وبسبب اللي عملته معي. وبهالحالة بكون خلقت قدرة جديدة. لما قلتي إنه رأينا مختلف ما فكرت إنه بدك تحكي هيك، لأنه هذا الموضوع منتهيين منه من زمان.
لأنه بفكر مثلك تماماً، ما في شي جديد. لازم نلاقي طريقة نمحي قدرة من الوجود ونلاقي نظام معين وطريقة معينة، ولازم كمان نفرغ الغضب تبع البنات، وهذا اللي عم حاول أعمله كرمال يهدو، يعني كرمالهم ما بدي يضلوا متوترين. بس إذا عندك طريقة تانية ما بعرف، بنعمل أي شيء. وإذا بدك كمان أنا بسكت، ما بتدخل بشي. لا لا تسكتي، حتى بالعكس تماما. لما بقول وقفوا لا توقفي، وإذا تطلب الأمر بدك تخونيني. كيف؟ عملنا هذا الشيء من قبل، نحنا قدرنا نخلي زيرين تصدق إنه بدنا نخون بعض. لهيك عم أقول نستعمل قدرة طعم شان نمسك زيرين، يعني زيرين رح تفكر إنه يمكن رح تقدر تسحب وحدة لطرفها، ويمكن تصدقنا عن جد، وبهي الفترة رح نمسك نقطة ضعفها. طبعاً بعرف إنه شغلنا صعب لأنه من قبل وقعت بنفس الفخ. مو كتير صعب، وبصراحة الوقت كتير مناسب لنساوي هالشي، وخاصة بوضعي هاد. يعني رح أطلع اليوم أو بكرة إن شاء الله، والمنطق بيقول إني ممكن أتعامل مع زيرين كرمال أطلع من هذا المكان ومشان مصلحتي بالنهاية. تماماً. حلو، حلو كتير. لكن خلينا نقول للبنات يكونوا مستعدين لكل شي رح يصير، وخليهم يكرهوني، ولازم نخلي الجو كله ملخبط ومتوتر على طول، وكله فوضى بفوضى. فهمتي علي دينيس؟ لا بلا ما نقلهم. السبب يلي خلى زيرين تصدق المرة الماضية إنه كان مثل الحقيقة، كرمال نحميهم والأحسن إلهم. البنات لازم يصدقوا هاي الكذبة. بس صعبتي علي شوي. مين رح يبلش بالخناق، أنا ولا أنتي؟ يعني اللي بتلاقي قدامها فرصة. صباح الخير. يسعد الصباح. ما تواخذني، حرمتك من النوم على تختك الليلة، خليتك تنام بالصالون على الكنبة. بالعكس ولا يهمك، أنا بنام هون أساساً، ما برتاح جوا. ميليس يلا جهزت لك الفطور. ياخ شو رأيك اتصل وأخذ إجازة اليوم؟ شوفي الفطور، فيكي تروحي؟ كنت بقدر من قبل، بس حياة البنات كتير صعبة بس كون غايبة عنهم. وأنا كمان. يلا كلي لك لقمة وشربي كاسة شاي. أوكتاي تأخرت كتير، بس المرة الجاية فيق بكير أكتر، ماشي؟ تمام. يلا رد على تليفونك، أنا رايحة. انتبه على حالك. تمام شوفك. تمام تمام تمام. ألو شو أخبارك؟ أهلين أوكتاي. صحيح ليك، بلا ما ناكل بالمطعم هالمرة. بعرف مكان بكيليوس كتير حلو ومريح، الهواء نقي، نشتري اللحمة، بنعمل مشاوي هونيك، شو رأيك؟ ممكن. أي ليش لا، منروح. ممتاز. لكن بيجي باخدك بكرة. ماشي. نظفت جوا وبرا أخي نجدة. إيه تمام أخي، أنا بالبيت ناطرك لك. تمام أخي. حكيك أول ما خلص شغلي وبيجي لعندك فورا. اتفقنا يا صديقي. وقت اللي رحت على بيت زيرين كان الباب مفتوح وعنده رجال اسمه نجدت. مسحنا الصورة التقريبية ولقينا ثلاث خيارات. واحد من شهود العيان حدد الرجال اسمه عاصم دوبل. لا يمكنك الاتصال بالرقم المطلوب حاليا. بعت لي صورة عاصم دوبل على السريع لو سمحت.
يا داريا، شو نحنا ما بيتسلم علينا؟ كنت كتير منيحة وقت بعتي اختك دينيز، هيك بتتغيري معنا؟ داريا معلمتي عم تحكي معك وليه؟ داريا تمام. تمام، هي رجوليتكم بتطلعوا على البنات اللي باعوكن. ايه عزراء، اسمعي كلام زعيمتك. شو صار حبيبة قلبي؟ كأنه استصعبتي القصة؟ عزراء ايمي ايدك عني وتركيني، وصلت لك يا خفيات النحل. عزراء بعدك ليش جاي لهم؟ الله يلعنك يا خفرك. مين من الكلام؟ لك ما بصير تعبوا هيك وياها. لا ما بيقلكم شو كلام، والله يا خفرك تريدون على ايدي. عزراء عم قلك خلص. شو هي خلص؟ ليش خلص؟ هيك ما عاد يمشي الحال. اهدي عزراء بالدروة. قديش لسه بدنا نبقى هادين؟ لا ايمت بدنا نبقى هادين هيك؟ شو رح تعملي؟ بدك تسكري لي تمي يعني؟ امشوا امشوا يا بنات، المكان هون صار وسخ. ليكو كيف الزعيمة وكلبتها عم يتخانقوا. بعد هيك خانو. خدوه على غرفة التحية. حاضر يا خانو. عندك زائر. مين هو؟ ما بعرف، وصلنا بلاغ على اللاسلكي. يمكن الأستاذ أرهان جايب لنا شي خبر. خير إن شاء الله. تعي ليش اجينا على غرفة التحقيق؟ زيرين خانم طلبت هيك، غرفة الزيارات مليانة. أها. Thank you.
انت عايش؟ انا معك. خبروني انك متت. بعرف. ليش؟ ليش خليتني اتعذب كل هالسنين؟ في كتير شغلات لازم تعرفيها. طيب ليش اجيت هلا؟ ليش بعد كل هالسنين؟ ليش؟ أنا بعثت لك 3 رسائل. اسمع، ما جاوبتي عليها. ما رح تقولي شي؟ شو بدك يعني قول؟ طيب، ما كان بدي اياكي تزعلي. عن جد ما تواخذيني. لأنك اجيت دينيز. ثواني، كان بجيبتي. هاد رقمي، إذا بدك خليه معك. أظن أني رح أتصل. قولي لي شو بدك. ممكن تفتحوا الباب؟ لنركبه ونهرب مع بعض. شكراً إلك. زيرين خانم صح؟ إيه أنا زيرين. تقدر تتصل إمتى ما بتحب. تعرف هدول سجينات القدر، وبدنا نحاول نخليهم سعداء قدر الإمكان. شكراً كتير إلك. بالإذن. شكراً لإلك. برافو عليك. ممتاز.
هاي المخلوقة ما رح تهدينا بعدنا. ها اختي دينيس، شبه ما بعرف. عادي عادي بيلين، عادي حبيبتي، خليكي هون. دينيس يا عمري، شو صاير معك؟ شو في؟ أبوس 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 اللي إجا مانو، هو مانو ميت. شو عم بتقولي؟ طلع عن جد هو اللي كاتب الرسائل. زيرين هي اللي استدعته لهون، أكيد زيرين. حتى شو بنتي؟ ايده اليسار، ايدي انا، دفعي مو موجود، في ايد صناعيه بدالها. بشو بحس الانسان لما بشوف قدامه انسان مفكره ميت؟ إنه جاي على بالي أحكي معه شي. خالة صفية طبعاً يا رب، طالما كل هالسنوات كنت عايش أبوس، ليش ما كنت تخليني شوفك؟ مع إنه بيعرف قديش عانيت، ليش ما قلت إنك ما متت؟ أنا لساني عايش، أنا هون. ما قال لي، ما قال لي سبب زواجي من هكام وسبب خسارتي لبنتي والسبب اللي خلاني صير مجرمة. إذا عندك أسئلة ما سألتيها وأجوبة ما أخدتيها لحد هاللحظة، لا تحاكي بكرة، بالمرة الجاي بتسألي. المرة الجاي؟ إيه المرة الجاي. لا طبيعي. ليش بدي أرجع أشوفه خالي صفية؟ أنا ليش بدي أرجع أشوفه؟ لأنه حبك لأوجوز عايش فيك وما نسيتي رغم كل هالوقت. خالة صفية، أنا ماني دينيس القديمة، وهو مانو بقى أوجوز. لأنه هذا الحب ما بيتغير، هو نفسه ما بيتغير أبدا. لا زيرين استخدمت نقطة ضعفي، ما رح أعطيها اللي بدي إياه. أنا عندي قضية واحدة، مانو الوقت لحتى يدخل الحب اللعبة. تتذكري شو كان كلامك براديو الأمل؟ كنت تقولي لازم ندافع عن حبنا، يعني لازم ندافع عن الحياة كلياتها. أنا ما بنسى كلامك. الحب شعور، شعور كتير كبير وحلو. الحب سلاح، وهذا السلاح موجود بالذكاء كمان، يعني موجود عند زيرين. بس الحب عند مانو موجود أبداً، وهي ما رح تقدر تحصل عليه ولا بأي شكل من الأشكال. انتي بدك تفوزي، ديري بالك على هذا الحب وانتهينا.
مساء الخير. أنا بصراحة مو كتير بعرف أشرح عن حالي، بس بتوقع أنكم تفهموا علي. هاي الغنية بهدية لأختي دينيزيا اللي بحبها كتير. Söyleyin yarime, baharları beklesin. Söğüdün dalları bugün eğilmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim. Ayrılığın üstüne hasretim eklensin. Beni geçirme yalnızlığım gelsin. Ya dönülür ya dönülmez, kimse üzülmesin. Beni geçirme dönülür ya dönülmez, kimse üzülmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. شكرا كتير لإلكن لأنكن سمعتوني. أو لا تخافي لا تخافي، ما رح آكلك. يعني هلأ مالي جوعانة،
شغلك هون انتهى يا قلبي، يلا انصرفي صرفي. بتضل نات على الجيتار معه؟ شو كنا نعمل هون؟ شو كانت تعمل هاي؟ مساء الخير لكم جميعا. على الأغلب انا مو بحاجه للتعريف، الكل بتعرفوني، الرفقاء الاعداء اكيد الكل بيعرفني. ايه انا مشهوره. موبيلين كانت على الراديو؟ من وين طلعت هي على الراديو فجاه؟ خلونا نحكي هلا بالفلسفه، مثلا نحكي عن الاخلاص مثلا. بيلين انت منيحه؟ منيحه منيحه، ما فيني شيء، كنت رح انجلط لما فاتت لعندي مثلاً. ما شفتها غير فاتت لعندي وقالت طيب يلا يلا روحي ارتاحي، هالمره مجنونه. انا خسرت كتير شغلات بحياتي اللي عشتها، خسرت ابني بالاول، وخسرت زوجي كمان، وخسرت حفيدتي بالاخير، لك حتى خسرت نظام، خسرت ابنك مره ثانيه. الخيانه بتكون صعبه لما بتجي من الاصدقاء، مزبوط؟ ايه شو صار؟ متت شي؟ ما متت، لساتني عايشة، لأنه فلسفتي أنا بتقول إنه العيلة والرفقات وهي الأمور المعفنة تجاوزتها، كلها تجاوزتها وما عادت أثرت فيني بالمرة بالمرة. ها كلام رومانسي فزلة جاي من المسلسلات، هاد ما بيمشي علينا هون، الوضع هون مختلف كتير، هون الإنسان ما بيقدر يوثق إلا بنفسه وبس. ليش؟ ليش؟ لأنه ما رح يقدر يخون حاله مهما صار معه ظروف. الإنسان أكيد ما رح يقدر يسيء لنفسه مهما كان ويأذيه. فكروا بهالشي، النصايح مني ببلاش، بتمنى تنال إعجابكم. كنت حابة أغني لكم بس صوتي مو حلو مثل الغراب. يلا تصبحوا على خير. ماني عم صدق، بعد كل هذا الظلم يعتبر هذا نجاح إنها تقدر تاخذ دور المظلومة؟ بس لازم يعطوها حقها إجباري، لأنها تعلمت تبقى عايشة رغم كل شي عملته. بس هي ما تعلمت الحب خالي صفية، بتزعل. هي مفكرة الشغلة إنه بالمال والأملاك، وإنه هالشي بغنيها عن الحب. وزيرين هيك كمان، هنن مثل بعضهم، لما ما بيفهموا شو هو الحب وما بيهتموا ليفهموا كل شي بصير أسهل الإساءة والظلم. ها أوزلام؟ عندي شغل لازم أطلع، يعني باللي كتير بدي روح ساعتين مو أكتر، ممكن أنت تخبري زيرين خانو؟ إيه طبعاً أكيد بخبرها. اللي في شي بخوف مراد؟ لا شكراً. ما تواخذني خليتك تستنى، الزحمة واصلة لآخر الشارع. ولا يهمك، هلأ انزلت أصلاً. بعرف لحام بجنن، نشتري اللحمة من هونيك. آخ بس ليك من هلأ ها، الأكل على حسابي. عيب عليك شو هالحكي يا زلمة، في فرق بيناتنا؟ نظفت جوا وبرا أخي نجدت. وقت اللي رحت على بيت زيرين كان الباب مفتوح وعنده رجال اسمه نجدت. ها أوزلام وينه مراد؟ ما شفته، طلع قبل شوي قال في عنده شغل. هيك لك كان
تمام. عفوا، تعرفي هذا العنوان شي؟ من هون على اليمين شوي ورح بلش سب على الهواتف الذكية. هاد مانو ذكاء من التليفون، قال بيفتح خط لحاله، شكله جن على الآخر. شو بدك؟ بعت لي صورة عاصم دوغو على السريع لو سمحت. لا يمكنك الاتصال بالرقم المطلوب حاليا. شو هالمنظر يا أخي، رائع عن جد. ايه، شو رأيك بهذا المكان؟ المكان بياخد العقل، بجنة بصراحة، مثل العلاج، وبيبعدنا شوي عن قرف المدينة. تمام، بعد شوي منروح على البيت ومنشغل المنقل. ما في تغطية هون عن جد؟ شوف هالمنظر هونيك أحلى، تعال نتفرج عليه، منتمشى شوي ومنرجع. فكرة بتجنن. ايه منتمشى، شوفي ورانا، المهم ننبسط عن جد. مراد بيك. مرحبا ايفر، كيف صحتك؟ منيحة خير، بس شلون قدرت تلاقيني مراد بيك؟ كان عندك رفيقة بالسجن، أخذت منها معلومات وعرفت عنوانك. ايفر، ممكن نحكي أنا وياكي شوي؟ شو بدنا نحكي؟ عم زيرين شاهين وأختها زينة. ليك مراد بيك، أنا حكيت معك بهالشغلة من قبل وقلت لك بعرف، بس في شغلات بدي صححها كانت غلط. ما تقلقي، ما حدا رح يعرف أبدا. تفضل. شكرا. ألو؟ اي نعم زيرين خانم، تفضلي. مرحبا، بتمنى تكون المقابلة اللي صارت اليوم منيحة. عادي، كنت رح اقول لك شيء، اذا بتحب كنت بأمل لك مقابلة تانية. بصراحة وضع دينيس مو كتير منيح، وهي المقابلات منيحة لإعادة تأهيل السجينات. قلت لك قبل، هدفنا مو هو العقاب أبدا، هدفنا العلاج. ايه ايه تمام زيرين خانم، بس دينيس ما بده يعني يزورها، معقول نجبرها؟ تمام، تقدر تحاكيني وإذا كنت بقدر ساعدك بساعدك. كلك زوب. الله معك، مع السلامة. ما بقى كتير، عم يستوي. جعنا كتير مع هيك؟ ايه جعنا كتير، صح.
الهواء بيخلي الواحد يجوع. كيف لقيت لي ريحة هالبحر؟ حلوة كتير والمنظر بجنة. انت متضايق من شي اخي؟ شارد؟ لا، يمكن الهواء النقي أثر فيني والأكسجين الزايد. بدي غسل وشي. في مغسلة هون؟ طبعاً طبعاً، نهاية التراس. وين اختفيت أختي؟ وينك أختي؟ أنا ناطرك تحت. ألو تولجا، كيفك مراد؟ أوكتاي مختفي، اللي بتعرف وينه؟ ما بعرف شو الموضوع؟ هذا نجدة اللي حكيت عنه أزلام. اسمه الحقيقي عاصم دوغو، وعلى ما يبدو إنه مات بالسجن يلي اشتغلت فيه زيرين، بس زورت له هوية. صار الأكل أوكتاي، يلا استعجل شوي. يلا يلا جاي، يلا هلأ بيبرد. الزلمة قذر وعامل استخبارات سابقة، زلمة زيرين عم يشتغل معه. هذا الزلمة عم يلاحق أوكتاي يا تولجا، لازم نتصرف بسرعة. كيف شو عرفك؟ حكيت مع سجينة قديمة. هم زيرين هو إنها تنتقم لأخته. أوكتاي شو دخلوا بهالقصة؟ أوكتاي صابة بالسجن بالغلط، زينب شاهين أخت زيرين. إذا كان هذا نجدات هو نفسه عاصم، فرح يقتله لأوكتاي. شو رأيك؟ حط كمان على المنقل؟ تاكل كمان؟ لا هيك كثير منيح، صاروا بيكفوا. شو عم تفكر؟ بشو بدي فكر؟
خلينا نوقف اللعب وقتاي. انت رجال ذكي وكنت شرطي مو قليل بوقتك، اكيد حليت اللغز من فترة منيحة. انا حليت اللغز، بس انت شو وضعك؟ مفكر حالك بتقدر تخدع الكل؟ شو مشانك؟ تفكر حالك رح تبقى عايش بعد ما عملت هالعملة؟ انت ذكي بس غشيم كمان. بما انه زيرين بدها تنتقم لأختها مثل ما عم تقول، ليش عم تلعب معي مراد؟ ما بعرف، بجوز علقت عليكي لأنك واقفة بوشها. ايه قاعدة الحجارة بمكانها. ليك البطاقة القوية عزراء، لنقول إنه بوقت عزراء بعتت أختها لزيرين على مهجع قدرة لتكون جاسوسة، وميليس وافقت على هالشي، وقدرة هي الشيطان. مين هو البرج المنهار؟ لهلأ ما عرفت. أوكتاي. أوكتاي؟ كيف؟ زينب أخت زيرين ماتت برصاصة بالغلط، وأوكتاي اللي صابها. إجا الوقت. ما عندك مكان تروح عليه؟ ماني عم فكر روح على مكان. وصلنا لنهاية اللعبة أوكتاي.
نهار البرج يا زيرين. ارتاحي ارتاحي. خبرت تولجا بكل شيء، بيكون اتحرك حتى يلاقي لها أكتاي. يعني ما لازم نفكر بالشي سيء، يمكن خلص شحن الموبايل. يا الله، مين عم نقاتل نحن؟ أي نوع من الوحوش؟ وحش قذر لأبعد حد. ليكي دينيس، ما بقدر استمر بهي الخدعة أكتر. التصرف على أني معجب بزيرين مشان نجلي معدي، بحس بالقرف وأنا عم بطلع على وشها، بأشعر بدني وقت تقرب تلمسني. عرفنا كل شيء، ما عاد بدي استمر بهي اللعبة. Ha 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 ha